وبالتالي هو اعتزل لانه هو شايف ان المشروع بتاع المشروع الكتالوني لبرشلونه لا يناسب ارسن فينجر في الوقت الحالي يمكن على الاقل يعني. بالظبط بالظبط. طيب لسه في مفاجآت في الكرة الأوروبية ولسه المفاجآت دي مستمرة المرة دي طبعا مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو. طبعا في تقارير إنجليزية فجرت النهاردة مفاجأة من العيار الثقيل لما كشفت عن أن رونالدو أيقونة نادي يوفنتوس الإيطالي تم عرضه على نادي برشلونة الإسباني اللي القائد بتاعه طبعا هو ميسي غريمه التقليدي على مدار سنوات طويلة. لما كان رونالدو بيلعب مع ريال مدريد بعد كده انتقل رونالدو من ريال مدريد ليوفنتوس الإيطالي قبل موسمين مقابل 120 مليون يورو في صفقة تاريخية طبعا معروفة للجميع بعد 9 سنين من المجد والألقاب وأيضا الإنجازات اللي كانت لافتة رفقة الفريق الملكي. طبيعي طبيعي طبعا رونالدو لعيب كبير جدا وكان يعني هو عانى في الدوري ولكن خروجه من تشامبيونز ليج مع اليوفنتوس ده يمكن عمل بالنسبه له صدمه شويه او لليوفنتوس. وكمان اليوفنتوس قال انه مش هيقدر يدفع الراتب الراتب الفلك اللي بياخده رونالدو وبالتالي عرضه على التوب تيمز على مستوى العالم كله كان من ضمنها برشلونه. وطبعا عشاء الكوره في العالم كله ممكن يشوفوا يا ترى ممكن نشوف ميسي ونشوف رونالدو في فريق واحد فدي ما بين قوسين كده علامه استفهام كبيره جدا جدا. ويعني بيقولوا لي دلوقتي لسه فيك اخبار كمان قريبه بيقول ان احتمال وارد جدا ان يكون رونالدو موجود في برشلونه. لكن زي ما بقول لك هو اتنين نجوم كبار جدا اساطير اتنين كبار يعني على مستوى اعتقد مش هيتكرروا بشكل كبير خلال ال 20 30 سنه اللي جايين. لكن يا ترى ممكن نشوف رونالدو لا. وميسي لا. هيكونوا موجودين المقربين قالوا لا خلاص يبقى لا انا كان نفسي يكونوا موجودين لكن لا طبعا هنشوف ده في خلال الايام اللي جايه. لكن نروح لصحيفه الانجليزيه ديلي ميل الانجليزيه بتقول طبعا بعد نشر التصريحات للصحفي الشهير جوليان بلاج مع شبكه البي بي سي البريطانيه قال فيها ان كريستيانو رونالدو في طريقه للخروج اكيد من اليوفنتوس ده اكيد لان مسؤولي بطل الدوري الايطالي بيعانوا بسبب راتبه الكبير جدا اللي بياخده. واوضح كمان ان اليوفنتوس عرض كريستيانو رونالدو على انديه مختلفه من انديه التوب في اوروبا بما فيها برشلونه وانديه اخرى. واحنا عارفين ان طبعا حلم عشاء الكره زي ما قلنا ان هم يشوفوا الاثنين موجودين مع بعض لكن ما اعتقدش الامور هتمشي في هذا الاتجاه. يمكن الاثنين اللعيبه كان بيتصارعوا على مدار 12 سنه فاتت على لقب الافضل في العالم وكان بيتقاسموا